تأثير توأم الجنيه على العاصمة الإدارية والمشروعات اللي هي الجديدة دي تأثير محدود، لأن معظم التعاقدات أو العقود اللي تمت باليورو، واليورو ده اللي واخدين قروض من خارجية، فطبعا هيأثر بعد كده في السداد، مش هيأثر في التنفيذ، يعني التنفيذ مش هيأثر عليك في حاجة، لكن في السداد بعد كده طبعا أصبحت المبالغ مضاعفة. يعني السداد بيتم على قد ايه؟ على حسب الاتفاق. على حسب الاتفاق اللي تبقى موجودة، مش موجودة معايا. مش متحدد كام؟ بيبقى متحدد طبعا، متحدد بس مش موجودة، لأن دي اتفاقية لوحدها، اتفاقية القروض بتبقى لوحدها. اه. احنا واخدين قروض بكام دلوقتي؟ هتلاقي واخد قروض بال 6 مليار للثلاث محطات. للثلاثة؟ ثلاث محطات. كل محطة اثنين؟ كل محطة اثنين. يعني هما كلهم زي بعض يعني. طب تنعوم الجنيه تأثيره على المشروعات الاستثمارية بتاعت الشركة النفسية؟ يعني مدى تأثيره ايه؟ هو طبعا التكلفة تضاعفت، تعتبر التكلفة، لانك انت زي ما قلنا ان انا كنت بشتري الحاجة مثلا بيورو، دلوقتي بقت اليورو بعشرة جنيه، بقى دلوقتي مثلا بشتري، فاصبحت لما اجي اسدد لازم هسدد بسدد المصري، فبدل ما كنت هسدد 10 جنيه مكان يورو هسدد 20 جنيه مكان يورو، فده مش هيظهر دلوقتي، يعني يظهر بعد فترة يعني، لكن في التنفيذ مش مؤثرة في التنفيذ حاليا، مش لان القروض بتبقى لها فتره سماح. اه، باي قرض بتاخده بيبقى في فتره سماح 3 سنين 4 سنين لحد لما تشغل المحطه وتبدا تنتج وتطلع كهرباء. لكن حاليا مفيش تاثير خالص التعاون على المشروعات، يعني كل اللي احنا هنحس بيه بعد كده التسديد في السداد اهو، السداد بتاع القروض دي. وفتره السماح طبعا بتدينا فرصه ان احنا نبدا نمهد نفسنا ان احنا نسدد. عشان انك انت تسدد. اه، انك انت تسدد. تمام. طيب بالنسبه للمشروع الرد الكهربائي دلوقتي، ومع سواء ما بين المحطات الداخليه وما بين الدول الثانيه، ممكن اخر حاجه ان احنا متكلمين على قبرص واليونان وكده، ممكن اخر حاجه رد، شايف ان ده كل تاثير على شركات الانتاج هنا في مصر؟ هيحسن اداء شركات الانتاج ليه؟ يعني الرابط الكهربائي يحسن اداء شركات الانتاج. الرابط الكهربائي ده يحسن اداء شركات الانتاج ليه؟ لان انا بنتج كهرباء، طالما عندك فايض فالفايض ده هتوديه فين؟ لازم يكون في رابط انك انت تصدر للدول الشقيقه والكام دول. طيب لما بصدر بشغل محطاتي بكامل القدره بتاعتها، لكن انا لو مفيش رابط ومفيش استهلاك المحطات بتشتغل باحمال منخفضه فبتبقى الكفاءه بتاعتها منخفضه. فطالما انه في رابط هيبقى فيه استهلاك، الاستهلاك ده هيحسن طبعا من الاداء بتاع محطات الكهرباء. بس كده ياخد مننا احنا. ماشي. احنا هنصدر كهرباء. اه. من عند فقر. مش هيأثر علينا داخليا. ما يأثرش علينا داخليا طبعا. لا لا، عند فقر. خالص. اه خالص. طب ده في قابليه ان احنا تكون ميزه لينا احنا، كان احنا اللي برضه لو عندنا عجز نجيب من بره في نفس الوقت. ما هو الرابط بقى الهدف منه كده. اه، الربط في وقت معين انت بتبقى محتاج كهرباء بتاخد من الدوله اللي انت رابط معاها، ووقت معين بتكون هي محتاجه كهرباء انت بتديها، هو ده معناه التبادل. يعني الربط ده بيبقى للتبادل، تبادل الكهرباء. تبادل الكهرباء في وقت مثلا انا عندي الصبحيه دلوقتي عندنا كهرباء كتير، زي ما انت شايف الجو كويس، مفيش اناره، البيوت كلها ناس الشغل الكلام ده، فبتبقى الايه الاحمال مختلفه، فبيبقى عندي فائض موجود، انا اصدر في الوقت ده. الفتره بتاعت الذروه باب انا ممكن محتاج، ممكن اخد منه.